بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل الرابع لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هناخد أمثلة عن اليوزر ريكويرمنت والسيستم ريكويرمنتس. تعالوا نشوف مع بعض. بنقول إحنا قلنا إن في فرق ما بين اليوزر ريكويرمنت والسيستم ريكويرمنت. نفتكر مع بعض، اليوزر ريكويرمنت هو عبارة عن إيه؟ أيوه، متطلبات اللي محتاجها المستخدم ولكن بلغته العادية، مش كده؟ وممكن يستخدم معاها جرافيكس. طيب، لكن السيستم ريكويرمنتس هي وصف تفصيلي هيكلي للاداء الايه ها الوظيفي للسيستم، مش كده؟ طيب تعال نشوف مثال. وليكن مثلا عندنا المينتنال هيلث كير بيشنت مانجمنت سيستم، اللي هو ايه اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هو الرعايه الصحيه للمرضى ذوي الاحتياجات العقليه. فاكرين الكلام ده؟ كنا خدنا مثال عنه قبل كده. تعال نشوف بقى ازاي نكتب يوزر ريكويرمنت وسيستم ريكويرمنتس لهذا ايه لهذا المثال. طيب بنقول ايه بقى؟ بنقول اليوزر ريكويرمنتس ديفينيشن. طيب تيجي نشوف بقى متطلبات المستخدم في النظام ايه، نقراها مع بعض. بيقول لك هذا النظام اللي هو المينتنال هيلث كير شال جنريت مونثلي مانجمنت روبوتس. بيقول لك ده احتياجات اللي انا محتاجها من النظام. اليوزر بيقول كده، بيقول انا عايز تقارير شهريه عن الكوست اوف دراجز، تكلفه كل ايه العقاقير اللي هي طبعا التي توصف لمين؟ ها، للمريض. وكمان لايه؟ وخلي بالك بريسكرايبد باي اتش كلينيك ديورنج ذات مانث. يعني ايه؟ كل متطلبات المستخدم، بيقول والله انا عايز تقارير شهريه بتكلفه العقاقير والادويه التي توصف للمرضى بالنسبه لكل ايه عياده كل شهر. طيب ده ايه يا جماعه؟ متطلبات المستخدم. زي ما انت شايف كده، هي وصف للايه للمتطلب للسيستم كله، وبلغه عاديه، بلغه اليوزر يقدر يفهمها بسهوله. معايا يا جماعه؟ فده بنقول عليه ايه؟ ها، متطلبات المستخدم. طيب نتوقع ايه بقى من متطلبات النظام؟ ايه اللي هو السيستم ريكويرمنتس؟ هنشوف امثله ونشوف مع بعض. قبل ما نقرا الامثله، احنا متوقعين هيبقى في وصف تفصيلي لاداء السيستم نفسه، لاداء السوفت وير، مش كده؟ مش احنا متوقعين كده؟ تعال نشوف بقى هيحصل ايه. بيقول لك ايه؟ سيستم ريكويرمنتس سبيسيفيكيشن. ايه بقى المتطلبات ايه النظام نفسه؟ بيقول ايه بقى؟ شوف بقى التفاصيل الدقيقه. يقول لك ايه؟ اون ذا لاست وركينج داي، في اخر نهايه كل يوم، تمام؟ ها؟ اوف اتش مانث، في كل شهر. A summary of the drugs prescribed, their cost, and the prescribing clinics shall be generated. يعني هذا النظام عشان يحقق متطلبات المستخدم اتبع منهجية في ايه ها؟ او منهجية هيكلية علشان ها يحقق المتطلبات دي. المنهجية الهيكلية دي هي ايه؟ متطلبات النظام نفسه. طيب بيقول لك انت مستخدم، مش انت محتاج ايه تقارير ايه ها شهرية؟ حاضر، انا هعمل ايه بقى كنظام كسيستم؟ هعمل ايه؟ ايوه، هعمل تقارير يوميه عن تكلفه كل درج، لانه في الاخر هيجمع التقارير اليوميه ديت ويطلع لك التقارير الشهريه اللي انت محتاجها. معايا يا جماعه؟ طيب وايه كمان؟ بيقول لك والتقارير اللي انا هعملها لك ديت هتطلع اوتوماتيك تلقائي في ساعه محدده كل يوم. شوف بيقول لك ايه؟ The system shall automatically generate the report for printing after 17:30. معايا؟ يعني بعد الساعة 17:30 دقيقة من كل نهاية كل يوم هيطلع لك الكلام ده ايه تلقائي. طيب ايه كمان؟ تمام، وايه كمان؟ مش انت محتاج الكلام ده لكل عيادة، لكل كلينيك؟ انا هعمل لك الكلام ده لكل كلينيك على حدة، وهقول لك كمان الدرج لكل كلينيك كان ايه وكميته قد ايه. متخيل يا جماعه؟ اذا علشان يوصل السيستم او السوفت وير اللي انت عايز تبنيه لمتطلب المستخدم، بيقسم شغله هيكلي وتحت. خلي بالك ده مرتب كمان، ده فكر مرتب، مش كده؟ مترتب يا جماعه، هيكلي بحيث يوصل في الاخر للطلب اللي انت محتاجه. معايا؟ بقول لك اهو، A report shall be created for each clinic and shall list the individual drug names. معايا يا جماعه؟ جميل. وايه كمان؟ If drugs are available in different dose units، يعني افرض الدرجز موجوده العقاقير او الادويه موجوده بوحدات كميه مختلفه، ها مش كده؟ ده هيطلع لك كمان تقارير بالكميات لكل ايه؟ لكل عينه، مش كده؟ ولكل درج. بيقول لك مثلا فور اكزامبل 10 مللي جرام، 20 مللي جرام. Separate reports shall be created for each dose unit. لكل جرعه هيقول لك الكميه اللي ايه اللي خرجت قد ايه، واللي ايه واللي تم توصيفها قد ايه لكل دواء. جميل قوي. تمام، كمان ايه كمان؟ بيقول لك ومش هسيب النظام كده كمان، لا لازم يكون اوثورايزد،
يعني ريستريكتد اوثورايزد، يعني يا جماعه لازم يكون له ناس اللي تدخل عليه، له صلاحيه، مش اي حد يدخل على النظام ده. ليه؟ لا ده في اسرار يا جماعه، اسرار المرضى، كل مريض وبياخد كميه قد ايه، والدواء اللي بياخده قد ايه، وهو اصلا مريض بايه، كل ده لازم يكون في ريستريكتد يا جماعه، مش كده؟ لازم يكون النظام ريستريكتد، لازم يكون في امان وحمايه، مش كده؟ شوف لك ايه، access to all cost reports shall be restricted to authorized. لازم يكون في ناس معينه هي اللي ايه، يوزرز معينين هم اللي يدخلوا. listed on a management access control list. شايفين يا جماعه كل ده؟ شايفين؟ متابعين معايا؟ كل دوت هيكلي مهيكل مترتب علشان في الاخر يحقق متطلبات مين؟ المستخدم. طيب نشوف مع بعض، ده شكل بيوضح لك بقى مين اللي يقدر يقرا اليوزر ريكويرمنتس ومين اللي يقدر يقرا السيستم ريكويرمنتس. معايا؟ احنا متفقين اليوزر ريكويرمنتس دي مكتوبه بلغه عاديه، يعني توقع ان اللي هيقراها يكون ناس ممكن عاديين او بروفيشنال، صح؟ طيب السيستم ريكويرمنتس احنا اتفقنا انها طريقه هيكليه مترتبه، وليه؟ واللي يفهمها برضو اكتر الناس القريبين من النظام، صح؟ تعال نشوف بقى مين اللي يقرا ده ومين اللي يقرا ده. بيقول لك في اليوزر ريكويرمنتس اللي ممكن يقراها الكلاينت مانجرز، المدير اللي هو العميل، المدراء العملاء، وسيستم اند يوزرز، وان ايه، واليوزرز اللي بيستخدموا النظام، وكلاينت انجينيرز والمهندسين اللي هو العملاء، وكونتراكتور مانجرز والناس اللي هم ايه، المديرين اللي بيعملوا الايه، العقود، وسيستم اركتكتس، الناس اللي بيصمم بقى إيه النظام نفسه. ما احنا اتفقنا الناس اليوزرز العاديين والمحترفين. جميل. طيب ايه كمان بقى، مين السيستم ريكويرمنتس، مين اللي يقدر يقراه؟ بيقول لك السيستم اند يوزرز اللي هم المستخدمين العاديين، بس الايه، للسيستم، للنظام، مش اي يوزرز، اليوزر اللي بيستخدموا النظام نفسه، والكلاينت انجينيرز، والسيستم اركتكتس، والسوفت وير ديفلوبر اللي بيطوروا السوفت وير نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.